مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كمان قرر في اجتماعه تكريم وتأبين فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية الوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق اللي طبعا وفاته المنية يوم 26 يناير الماضي. يأتي ذلك تقديرا من مجلس إدارة النادي الأهلي لما قدمه الفقيد لوطنه والنادي الأهلي المصري، وعرفانا بحجم إخلاص وعطائه على مدى سنوات طويلة. وحرص المجلس في بداية اجتماعه على الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح معالي الوزير العام لفاروق، وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالدور الكبير للفقيد اللي كان نموذج للمسؤولية والحرص على مصلحة النادي ومصلحة خدمات النادي الأهلي. الراجل ده كان مخلص جدا 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 للنادي الأهلي، يعني شيء مؤثر جدا ان انت تتذكره دايما بالخير، والملفات اللي كانت مع الراجل ده كانت كتير قوي، وهو ساب حمل كبير لمجلس الإدارة.